in 1 minute. قانون التشكيل الداخلي هو عملية رياضية تربط بين عنصرين من نفس المجموعة، ويكون ناتج هذه العملية من نفس المجموعة أيضا، ونرمز له بالرمز T، والذي قد يكون عملية جمع أو ضرب أو تقاطع أو أي عملية يمكن تطبيقها على حسب عناصر المجموعة والعمليات الخاصة بها. ونسمي أي مجموعة ببنية جبرية إذا كانت تحوي قانون تشكيل داخلي واحد على الأقل. فمثلا إذا أخذنا مجموعة الأعداد الصحيحة مع قانون الجمع، فنجد أن جمع أي عددين صحيحين ينتج عنه عدد صحيح، فقانون الجمع هو قانون تشكيل داخلي على مجموعة الأعداد الصحيحة ويشكل بنية جبرية معها. أما إذا أخذنا عملية الطرح مع مجموعة الأعداد الطبيعية N، فنجد أن طرح أي عدد طبيعي من عدد أصغر منه ينتج عنه عدد سالب، كمثال 0 - 1 = -1، وهو ليس بعدد طبيعي، أي أن قانون الطرح ليس قانون تشكيل داخلي على المجموعة N. يمكن أيضا أن نذكر المجموعة من خلال الصفة المميزة لعناصرها، فعندها يجب أن ينتج عن تطبيق قانون التشكيل عنصر يحقق شرط المجموعة، والذي يمكن إثباته من خلال بديهيات العمليات الرياضية المعروفة. فمثلا إذا أخذنا مجموعة مضاعفات العدد 5 مع قانون الجمع، فنجد أن ناتج جمع أي عددين من مضاعفات العدد 5 يكون عدد من مضاعفات العدد 5 أيضا، فقانون الجمع هو قانون تشكيل داخلي على مجموعة مضاعفات العدد 5 ويشكل بنية جبرية معها. أما إذا أخذنا عملية الجمع أيضا مع مجموعة الأعداد الفردية، فإننا نعلم أن ناتج جمع أي عدد فردي مع عدد فردي آخر يكون عدد زوجي، أي أن قانون الجمع ليس داخلي على مجموعة الأعداد الفردية، ولكنه داخلي على مجموعة الأعداد الزوجية فقط.